المسا ارتبط بالهدوء والسكينة اللي يا رب دوم تنعمون فيها، وبرنامج مساكم خير ارتبط بتقديم باقة خفيفة تختمون فيها يومكم. اليوم عندنا كثير من الفقرات، منها الرياضة والمغامرات وثقافات أخرى ومعلومات وتوعية، الكثير من الفقرات اللي إن شاء الله أنها تنال على إعجابكم. حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم مساكم خير على قناة الإمارات، إليكم دوم مباشرة على الهواء عبر قناة تميز قناة الإمارات من الأحد لين الخميس الساعة 9:30 المساء لين 10:30. مشاهدينا في البداية نبغي نعرفكم على فقراتنا لهذا اليوم. تأثير الإعصار كيار على بحر العرب، احسبها صح، الهاتف المحمول يرشد النفقات، شجرة التسامح مصلح اجتماعي في عجمان، جديد أخبار الرياضة مع محمد المحرزي. وكالعادة نبتدي حلقتنا بسؤال الحلقة. سؤالنا لليوم يقول: هل تساعدك التكنولوجيا في ترشيد نفقاتك؟ يعني مثلا هل في مرة نزلت برنامج معين، تطبيق معين ساعدك فعلا وحسيت في فرق بمصروفاتك، غيرت شوي بمصروفاتك حسيت أنها صارت أقل، سواء كانت المصروفات اليومية أو الشهرية؟ ودي أني أسمع تجربتكم وأراءكم من خلال هاشتاغ برنامج مساكم خير على كل مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا دائما مشاركتكم تسعدنا، والحين خلونا نبتدي حلقتنا برحلة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلم، إلى دولة كوريا الجنوبية وشركة LG بالتحديد. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في كوريا الجنوبية وبالتحديد العاصمة سيول، والتي تحتفي في كل عام بمهرجان الفوانيس، تتزين اليوم باختراعات تكنولوجية إلكترونية ذات طراز دقيق وحديث تسهل من حياة الفرد وتواكب عصر السرعة الذي نحياه. تكشف شركة LG إلكترونيكس خلال الجولة الصحفية في العاصمة سيول عن منتجاتها الجديدة التي تنتوي طرحها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من أجهزة منزلية والتي تستعرض من خلالها فوائد الذكاء الاصطناعي باستخدام تطبيقات وتقنيات حديثة تجعل من المنازل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكثر بساطة وكفاءة. وقد استعرضت الشركة النسخة الجديدة لأجهزتها كثلاجة دور اندور الذكية، والتي يمكن التحكم بها باستخدام تطبيق سمارت ثينك من خلال الهاتف الذكي، وغسالة الصحون كواد ووش ستيم المبتكرة، بالإضافة إلى مايكرويف نيو تشيف المتطور، ومكيف دول كول ذو العاكس المزدوج والذي يقدم تبريدا أسرع باستهلاك طاقة أقل. واستعرضت هذه المنتجات أمام عدد من الحضور لترتقي بتجربتها بالأدوات المنزلية نحو المستوى الثالث المستقبلي الذي يجمع بين سهولة الاستخدام إلى جانب التصميم العصري الراقي، والذي يوفر كل ما يتوقعه المستهلك من أجهزة LG الرائدة كالراحة والمرونة والكفاءة. تتطلع شركة LG العالمية الرائدة دائماً إلى تحقيق الحياة الجيدة بأعلى مستوياتها من خلال الابتكارات التقنية ذات الذكاء الاصطناعي الثوري الذي يسهل على المستهلكين ويلبي احتياجاتهم. وأحينا مع أول فقرات أمسيتنا لهذا اليوم، أخبار الرياضة وتفاصيلها والجديد اللي فيها مع الزميل محمد المحرزي. مرحبا بك ومساك خير يا محمد. إن شاء الله بالخير زميلتي رحاب، في البداية أمسي عليك وأيضا أمسي على مشاهدينا الكرام. ونبتدي أول خبر معانا اليوم، ويقول الخبر: أكثر من 60 دولة تشارك في بطولة العالم للجيجيتسو التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل.
الخبر الثاني معنا مشاركة رياضية مميزة في المبادرة التوعوية لجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل. تفاصيل الخبر تقول جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل إحدى جمعيات إدارة التثقيف الصحي التابعة لمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشرق اليوم، نظمت مبادرة رياضية كبيرة في واحة النخيل القريبة من بحيرة خالد في الشارقة، ومشاركة أكثر من 500 مشارك من الرياضيين وأولياء الأمور تحت شعار حان وقت النشاط، بالتعاون مع لاعبي ومدربي نادي الشارقة للرياضات الدفاع عن النفس وبدعم من هيئة الهلال الأحمر في الشارقة وأكاديمية الشارقة الشرطية وأندية غرفكان واتحاد كلباء ودبل حصن ومدرسة الأنصار العالمية وعددا من الجهات الأخرى وقاد الفعالية الوجه المجتمعي عبد اللطيف القاضي. دبل فجيرة يقيل مدربها الخديم ويعين سيرجيو. تفاصيل خبر تقول تعاقد نادي دبل الفجيرة مع المدرب البرازيلي سيرجيو وذلك خلفا للمدرب محمد الخديم التي تمت إقالته اليوم في عقاب تراجع نتائج الفريق خلال مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة والتي لم يحقق فيها النواخذ إلا فوز يتيم على العروبة. وإلى منتخبنا احتل المركز 67 في تصنيف الفيفا. تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزا في تصنيف فيفا الشهري محتلا المركز 67 برصيد 1353 نقطة، وجاء المنتخب السعودي في الترتيب 69 برصيد 1339 نقطة متراجعا مركزا، وتصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية في المركز 29 عالميا برصيد 1495 نقطة، ونال المنتخب الجزائري المركز الثاني عربيا و38 عالميا، والمنتخب المغربي الثالث عربيا و42 عالميا، وجاء المنتخب المصري في المركز الرابع 49 عالميا. لا شك تعطي منتخب الامارات علي مبخوت جول 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 لاحمد خليل يسدد جميله الخبر الاخير يقول معانا مددت الظفره عقد الدرمكي وكرمت الحارس خالد السناني. مددت شركة الظفرة لكرة القدم تعاقدها مع خالد الدرمكي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023 مواصلة لنهج النادي في المحافظة على أفضل لاعبين الفريق، وأيضا كرمت النادي خلال احتفالية مصغرة خالد السناني حارس مرمى الفريق تقديرا للمستوى المتميز الذي يقدمه خلال المباريات في الموسم الحالي. الذي يهدد في لقطة خطيرة هنا فارس الظفرة جول جول. شكرا لكم ومساكم خير، انتهت أخبارنا الرياضية لليوم، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا مشاهدينا برنامج مساكم خير بيتكلم اليوم عن الإعصار. إعصار هي كلمة كفيلة بزرع الرعب في نفوس كل فرد داخل أي دولة ممكن يمر بجانبها الإعصار، ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف. ليس كل إعصار مدمر ومخيف مثل الصورة اللي دائما موجودة في بالنا من الأفلام، فتحذر المؤسسات المعنية اليوم من طقس سيء على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب إعصار كيار اللي يتعمق في بحر العرب، وحتى ما يروح فكرنا وأفكارنا بالذاكرة للأفلام اللي نحن بالعادة نشوفها. معانا اليوم شخص متخصص عشان يخبرنا أكثر عن هذا الموضوع، الأستاذ ماجد ناصر رئيس قسم التنبؤات البحرية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. مساك خير. مساك منور. مرحبا ومسلام. نحن سعيدين لكم. نبغى نعرف المشاهدين شو هو الإعصار أساسا. طبعا نحن أول شيء أنا سعيد أن أكون معاكم اليوم على أساس نوضح موضوع الإعصار، الإعصار المداري. الإعصار يعني هو إعصار مداري يتشكل في البحار المفتوحة، يعني المحيطات تحديدا، نتيجة ظروف محددة مناسبة من ضمنها أنه تكون المياه دافئة، والمياه الدافئة مع وجود عدة عوامل للطقس تساهم في عملية رفع الرطوبة من الطبقات القريبة من سطح الأرض إلى طبقات علوية، وبالتالي تبدأ تتشكل السحب
مع تشكلها في منطقة محددة تقريبا فوق خط الخمسة، خط عرض خمسة، تبدأ تدور حوالين نفسها بشكل دوراني وتأخذ شكلها ووضعها. ما أن تصل سرعة الرياح فيها لسرعة 34 عقدة نسميها عاصفة مدارية، توصل سرعة 64 عقدة أو حوالي 120 كيلومتر أو 119 كيلومتر في الساعة، نسميه إعصار مداري. طبعا حركة الإعصار باتجاه الغرب عادة، ويؤثر على المناطق اللي تطل على المحيطات بشكل رئيسي. طبعا نحن العصير دائما نحط في اعتبارنا العصير المدارية فيها ثلاث مخاطر رئيسية، اللي هي سرعة الرياح العالية، الأمطار الغزيرة أو شديدة الغزارة، واللي هو ما يسمى الستورم سيرج أو المد البحري العالي والأمواج العالية. تفاصيل كثيرة، لكن أنا يهمني أعرف أنتم عندكم في المركز كيف أساسا يتم رصد أنه في إعصار جاي؟ طبعا نحن عندنا أجهزة استشعار، كذلك عندنا تواصل مع مراكز عالمية وتواصل مع دول الجوار، وفي عندنا معلومات توصلنا بشكل ساعي. كل هذه المعلومات تساهم في عملية رصد الحالات المدارية وتوقعها. ضمن الإقليم اللي نحن فيه، في العام الماضي انضمينا للجنة العصير في المحيط الهندي، شمال المحيط الهندي، وهي لجنة يعني أنشئت من فترة طويلة ولكن انضمام دولة الإمارات، لأنه الساحل الشرقي ممكن يتأثر بالأعاصير. صحيح. وبالتالي من خلال خبرات، تبادل الخبرات بيننا وبين الآخرين، رفعنا من مستوانا في الفترة الماضية. عدنا قدرات كبيرة للأمانة. بالنسبة لصور، الصور اللي نحن نرسلها دائما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال هاي كلها من جهد. نعم، جميل جدا. لكن في مسميات كثيرة للأعاصير، لماذا يتم تحديدا يعني اختيار هاي المسميات؟ طبعا شوف، المسميات مهمة جدا عشان نفرق من إعصار لآخر، لأنه أحيانا يكون في عندك إعصارين ممكن يتكونوا في نفس الوقت أو في فترات متقاربة في سنوات مختلفة، فالتسمية هي لتعريف الإعصار نفسه والتسهيل. طبعا عملية التسمية نفسها تأتي من اللجنة. نعم. طبعا في السابق كان في 8 أعضاء، حاليا دولة الإمارات انضمت كعضو، بالتالي لها حق في تسمية، يعني كل دولة من الأعضاء لها الحق في تسمية أو وضع تسميات الأعصير، ودولة الإمارات إن شاء الله بتكون من الدول اللي بتكون لها لستة من الأسماء أو قائمة من الأسماء. نعم. اللي سيتم إن شاء الله اعتمادها في القريب العاجل إن شاء جميل الله. جميل جدا. نحن الحين نحتاج صورة حية عشان شيء للإعصار بالتحديد، فلهذا السبب نحن أكيد بنرجع لك ونكمل حوارنا. لكن كاميرا مساكم خير راحت إلى مركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لرصد آخر تطورات الإعصار كيار في بحر العرب، فزميلي منصور غساني موجود هناك. الكلمة لك، مساك خير. شكرا لك زميلتي رحاب وهالإطلالة الرائعة في مساكم خير، وكل المشاهدين اللي يتابعونا. ومن مركز الوطني للأرصاد ننقلكم هذه الصورة الحية المباشرة للتعرف على آخر تطورات هذا الإعصار وللتعرف أكثر بعد على حالة الطقس. ويسعدني في هاللحظة أني أنضم وينضم معاي الزميل محمد الخاجة، متنبئ جوي في مركز الأرصاد في أبو ظبي. طبعا بداية نرحب فيك في برنامج مساكم خير، ونحن شاكرين لكم وقفتكم معنا وشاكرين لكم التنبؤات هذه اللي قاعدة تصير عن حالة الطقس وعن خصوصا كيار اللي مخوفنا شوي.
نرحب فيكم طبعا في البداية، مرحبا بكم في المركز الوطني للأرصاد، وإحنا هذا واجبنا ولازم نأديه والحمد لله على كل حال. بالنسبة لآخر التطورات للإعصار كيار، طبعا كما ذكر أخونا وزميلنا ماجد، أستاذ ماجد الشكيلي، الحين الإعصار يعني لما بدأ في بدايته وصل للدرجة الرابعة، طبعا اليوم وصل للدرجة الثالثة. المتوقع إن شاء الله خلال 48 ساعة أنه ينزل للدرجة الثانية والأولى. طبعا هذه الدرجات محمد اللي هي الأولى العكس، يعني أنه خلاص يعني بينتهي أقل. نعم الأولى، من بعد الأولى تصير عاصفة مدارية وينتهي تلاشى شوي شوي. حركته طبعا كانت شمال غرب بحر العرب، الحين بدأ يرجع لجنوب غرب بحر العرب. طبعا السرعة كانت اليوم واصلة من 210 إلى 240 كيلومتر في الساعة حوالين المركز، وبسرعته يتحرك 12 كيلومتر في الساعة. خلال 48 ساعة إن شاء الله بيوصل للدرجة الثانية والأولى، بيكون سرعة الرياح من 160 إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبينزل إن شاء الله بسرعة 6 كيلومتر في الساعة. طبعا نحن شايفين حالة الفترة هذه في التواصل الاجتماعي خروج مياه البحر إلى الشوارع، كيف تفسرنا هذه الظاهرة؟ أو هذه الظاهرة معتمدة على كيار؟ طبعا نحن في بداية الشهر العربي في مد عالي، المد العالي طبعا مع وجود الإعصار كيار أدى إلى ارتفاع مستوى البحر، فهذا السبب يعني سببين مباشرين، المد العالي وفي نفس الوقت تأثير الإعصار اللي هو الأمواج المتراكمة أدت إلى ارتفاع مستوى البحر. طبعا المناطق القريبة من الساحل الماء طبعا أمواج البحر تدخل عليهم. إن شاء الله خلال 48 ساعة يعني بالضبط يوم الخميس إن شاء الله بتبدأ الأمواج تتلاشى شوي شوي، ويبدأ البحر من مضطرب إلى متوسط الموج إن شاء الله. طبعا الناس كلها تتساءل وخاصة ما يدورون في حالة الطقس إلا عن الخير عن المطر، تنبؤاتكم في الفترة المقبلة شو هي؟ والله حاليا يعني التوقع يعني الأيام الجاية ما في يعني فرصة أمطار، لكن إن شاء الله ممكن الأسابيع الجاية فرصة تكون بعض السحب مع وجود الرياح الشرقية على المناطق الجبلية، ممكن تتشكل السحب الركامي فترة الظهر ويصاحبها سقوط أمطار، وإن شاء الله بعد الموسم الجاي الشتاء ممكن يأتينا أمطار من أماكن أخرى، يعني ممكن من البحر المتوسط المنخفض البحر الأحمر ممكن يؤدي إلى تشكل السحب وسقوط الأمطار إن شاء الله. ما في أي أضرار أو شيء أي خلفه الإعصار بعد ما ينتهي؟ احنا بالنسبه لنا ما في تاثير مباشر على الدوله، بس اللهم المد العالي الساحل الشرقي. نتمنى من الاخوه الجمهور اخذ الحيطه والحذر، عدم ارتياد بحر عمان الساحل الشرقي خلال الفتره هاي على الاقل 48 ساعه الجايه. الخليج العربي؟ الخليج العربي ما في أي تأثير، لكن ممكن يضطرب شوي بسبب بعض الرياح الشمالية الغربية الأيام الجاية، بس مو بسبب تأثير الإعصار، هي عبارة عن تسارع رياح. محمد الخاجة متنبئ جوي، نحن طبعا شاكرين لك وقفتك معانا هذه، وشاكرين لك المعلومات الثرية اللي كان الجمهور محتاجينها وشافها بعد في أرض الواقع هني من مركز الوطني للأرصاد، ونحن نكرر شكرنا لكم وعلى الضيافة هذه الجميلة اللي قدمتوها لنا. العفو هذا واجبنا، والمركز مركزكم في أي لحظة إن شاء الله حاضري. السلام. طبعا زميلتي رحاب، هذا كل ما لدي هني في المركز الوطني للأرصاد، أتمنى لك التوفيق في باقي الفقرات اللي موجودة عندك ومع ضيوفك، وأرجع لك بالكلمة. كل الشكر لك منصور، يعطيك العافية، ونشكر أكيد ضيفك الكريم. إذا الحين نرجع لك ضيفنا، أو نبغي نشوف آراء الجمهور. أوكي نرجع لك ضيفنا الكريم. طبعا وزارة التربية والتعليم باكر قررت أن تعطيل المدارس في كلباء بالتحديد الحكومية والخاصة، فشو رأيك في هذا الوضع؟
هو طبعا شوف اللي حاصل في الساحل الشرقي مثل ما ذكر زميلي أخ محمد الخاجة في ارتفاع في منسوب المياه. طبعا مثل ما ذكر كذلك بسبب عاملين اللي هو بداية الشهر القمري أصلا يكون المد عالي يسمى سبرينغ تايد في هالفترة بداية الشهر القمري، بالإضافة للإعصار أصلا تسبب في ارتفاع نسبي في ارتفاع منسوب الماء. المناطق هاي ممكن تغمر خاصة المناطق المنخفضة بالأساس. الإجراء نحن اللي يحصل عندنا كمركز أرصاد جوية مركز التنبؤات الرئيسي يقوم بإصدار التحذيرات بأنه هذه المناطق معرضة للغمر. نعم. الإجراءات تقوم بها بالتنسيق، نحن ننسق مع الجهات الأخرى كل حسب الإجراءات المتبعة بالنسبة له. بالنسبة للمدارس إذا شافوا أنه يعني يحتاجوا تعطيل المدارس فهذه الحالة خلاص هم عارفين شو الإجراء اللي لازم يعملوا. صحيح. حسب البنية التحتية حسب المناطق اللي ممكن تتأثر وأغلب المناطق بتكون هي في الساحل. نعم. جميل جدا. نحن أكيد مستمرين بهذا الحوار، لكن الحين ودنا أن نروح نشوف أراء الجمهور حول الأعاصير، تفاصيل أكثر في هذا التقرير، خلونا نتابع. ما هو كيار؟ كيار؟ هذا خيار؟ ما سمعت. إعصار في عمان. شو ممكن ترجعين مرة ثانية؟ كيار؟ كيار لا. ما نعرف. ما بعرف شو هذا كيار. اسم إعصار قريب من السواحل العمانية. حالياً أتوقع قريب من السواحل. يعني أنا إذا كنت بمكان فيه إعصار أول شيء راح أفكر إني أهرب. أول شيء بنتبع تعليمات الدولة في السلامة ونحاول إذا بيدهم مطلب من المساعدة إنه نحافظ على سلامة المقيمين أو المواطنين أو المتواجدين وننقلهم إلى أماكن آمنة عن الأثار. أشوف أقرب مكان سيف أروح للمكان هذا الآمن وأتواصل مع يعني أقرب محل أقرب مركز دفاع مدني أو شيء على أساس أنجو من الإعصار. I don't do anything يعني بأخذ البركوشن حسب شو الإعصار أدي أوتو يعني بعد أدعي رب العالمين يا رب انقذنا يعني بتصل بالسفارة اللي مسؤولة عن حمايتي بهذه المنطقة. رجعنا لك وسمعنا آراء مختلفة، في ناس عارفين شو هو سائر تيار وفي ناس ما لهم علم، لكن الواحد يبغي يعرف أن شو الاحتياطات والأشياء اللي لابد أن يسويها عند حدوث إعصار. أنا تابعت بعض الردود، يعني في بعض الردود تنم على أنه الناس واعية وفاهمة فعلا هو في حالة أصلا تعرض منطقة للعصير المدارية في إجراءات تحصل. نعم. داخل الدولة وفي عندنا نحن مظلة اللي هي هيئة الوطنية لإدارة التطور والأزمات والكوارث مع الجهات المعنية المركز الوطني للأرصاد أو المركز المعني للأرصاد بيبعث رسالة أو تقرير بالحالة المتوقعة وبالتالي على أساسها يتم اتخاذ إجراءات من ضمنها إعلام الجمهور فهو عمل متكامل لكل المؤسسات في الدولة إعلام الجمهور أخبارهم شو الأماكن الإخلاء إذا كان في إخلاء حاجة لإخلاء شو الإجراءات المتبعة وبالتالي اتباع التعليمات في هذه الحالة هو الأهم. وسائل التواصل الاجتماعي مهمة في هذه الحالات وسواء المقروءة أو المسموعة أو وسائل التواصل الاجتماعي نحن هذه يعني من النوافذ المهمة جدا فعلا أسرع وسيلة الترويج لأي شيء فهذه هاي وسائل تستخدم عندنا ولله الحمد نحن في الدولة يعني من الجهات اللي من الدول المواكبة للتطور. نعم. هذا جميل. وحتى الناس أساسا عندنا يعني عندهم أغلب الناس عندها أجهزة موبايل وأجهزة متنقلة وهاي كلها. صحيح. متاحة بالتالي إن المعلومات بيد الجميع
الصغير والكبير، فأكيدين أن رح توصل المعلومة اللي ودكم أنكم تنشرونها. أكيد. جميل جدا، يعطيك الصحة والعافية. كل الشكر لك أستاذ ماجد ناصر، رئيس قسم التنبؤات البحرية بالمركز الوطني الأرصاد الجوية والزلازل. نشكر حضورك ونشكرك على المعلومات الثرية اللي قدمت لنا إياها بخصوص إعصار كيان. ياكم الله. يا مرحبا ومسهلاً. إذا مشاهدينا بعد الفاصل حيكون عندنا فقرة ثانية، فقرة جلستنا، ونتكلم فيها عن موضوع جدا مهم. روح فاصل قصير وردي لكم تريانا. رجعنا لكم مشاهدين ومكملين فقراتنا لهذا اليوم، لكن ودنا أنكم تشاركونا بشكل دائم عبر هاشتاغ البرنامج مساكم خير، ثري تفاعلكم وتواصلكم لأن تواصلكم دائما يسعدنا. والحين نحن وياكم في فقرة احسبها صح. كثير منا يتكلم عن ترشيد النفقات والتوفير لكنها تبقى مجرد كلمات بدون تنفيذ. للتنفيذ وكيف نحسبها صح هدف التوفير بطريقة جديدة عبر الموبايل أو التطبيقات، معانا اليوم في الاستوديو الخبير الاقتصادي الأستاذ نايل الجوابرة اللي بعلمنا كل هاي الأساليب. مساك خير. مساك الله خير والنور والسرور لك ولجميع المشاهدين. يا مرحبا ومسهلا. دوم نحن نتكلم عن التوفير، نبغي نوفر ما نبغي نصرف ونبغي ندخر، لكن مثل ما ذكرت أنه بس رمسة مر فعلا أن نسويها، فليش دائما يكون هذا الموضوع صعب؟ للأسف أنها هي رمسة. لو نبدأ بالتوفير بكل تأكيد هي فعل إيجابي، لكن دائما نقول كلمة واحدة في عند المجتمع كله اللي هي ما روم، وفي البداية ما يروم لأنه ما يعرف شو يوفر أو كم المبلغ اللي بيوفره. في البداية لو يوفر كل شهر 100، يبدأ بالمية في مكان توفير، إن كان في بنك أو إن كان في البيت عنده حسب ما يكون مكان توفيره، لكن ما يصوبهم على قولتهم القرش الأبيض لليوم الأسود. فهذا يكون فعلا أن هذا بداية التوفير. التوفير دائما نحن للأسف مثل ما ذكرت أنه هي عبارة عن رمسة، لكن احنا لو نبدأ فيها فعليا هي إيجابية للمستقبل. أبائنا قبل كانوا يوفروا، ولكن بالتوفير هو كيف كان يبدأ من البداية، ما يخبرك وين الفلوس عشان انك ما تجي وتطلع الخمسة والخمسة عشر. صحيح. وكان ما يقول لك وين الفلوس، وانت كنت ونحن كنا نوفر في طريقة المدارس اللي كانت الجمعيات. ان في المدرسة كان اسمها الجمعية اللي هي المقصف. نبدأ من بداية السنة عندك من 10 دراهم تشتري سهم لين 100 درهم. هاي ما لحقت عليها، هاي فكرة جديدة، هاي جديدة. وكان يسمونها الحصالة في المدارس. جميل. فكنا ناخذها على أساس أن 10 درهم أو 100 درهم وآخر السنة من بيع المقصف. أنت طبعاً تصير تشتري من المقصف أساس أنه يكون أرباحها أكثر، وتدعي أصدقائك للشراء أساس أنه يكون إلى الربح خلال السنة أكثر من اللي كان في العام. هاي فكرة ذكية. إيه، فهذه كانت هي عبارة عن التوفير، وهذا عبارة عن الترشيد كيف نوفر وكيف نعمل التوفير من المدارس. هاي كانت عندنا في الابتدائي، مو بنا في المدارس في الإعدادي أو في الثانوي، لا هاي كانت عندنا في الابتدائي، وكنا نتجه إلى التوفير من البداية. نتريى آخر يوم كم كل واحد أخذ وكم أكثر واحد أخذ اللي طبعا. يا سلام، هذا نوع من أنواع التشجيع أصلا. صحيح. هذا الشيء بيخليك أنك تتشجع. والحل في موضوع أنك أنت مثل ما ذكرت أنه بدأت من المدارس، يعني النشأة تكون صح. لكن الحين أستاذ نايل، مع مغريات التسوق والعروض اللي بالعادة نحن نشوفها والخصومات اللي تصير، يعني بعد كيف المستهلك ممكن أنه يوازن؟ لأنه يتجه إلى الكماليات وينسى شيء عنده أساسيات. نعم. نحن عندنا أساسيات كل شهر. إذا اتجهنا للأساسيات كل شهر بكل تأكيد سوف عندنا التوفير، بكل تأكيد سوف نتجه إلى الكماليات. يعني إذا نحن كل شهر وفرنا خلال الشهر وفرنا، وآخر خلنا نقول 6 شهور أو خلال السنة كافأنا نفسنا آخر السنة، إن كان بسفر إن كان بمغريات كما ذكرت اللي هي الكماليات، هذه بكل تأكيد إنه يدعم الإنسان إنه يكون توفيره في المستقبل أو خلال السنة القادمة أكثر من كانت في السنة الأولى. التوفير للأسف إحنا لو ما بدينا فيه من البداية وما كتبنا هذا التوفير إن حنبدأ فيه من خلال اليوم، فهذا أعتبر أكبر غلط. لأن مثل ما ذكرتي المغريات، الأسعار كل يوم نشوف عروض، ما شاء الله العروض كثيرة. وطبعا اللي نحن نتمنى كل شيء نملكه والمغريات مثل ما ذكرت، فهذه مشكلة كبيرة. لكن إحنا علينا أن نبدأ من البداية كيف أن نبدأ نوفر. صحيح. يقول لي الحين طبعا معاش ما يكفي، اي شخص الان يقول لي معاش ما يكفي، هاي بداها بتذمر.
لأن عنده فعلا التزامات وعنده كذا، لكن إذا أنت بديت من اليوم توفيرك بمئة درهم خلال الشهر كل شهر، السنة الجاية بيوفر أكثر من 500 درهم. حلو، أنا أبغي أرجع لنقطة هاي المئة درهم، لأنك أنت ذكرتها الحين مرتين وقلت أنك توفر مئة درهم سواء كان عندك في البيت أو البنك، لكن يهمني أعرف شو الأصح، البيت ولا البنك؟ أنه في البيت يتم موجود الفلوس دوم جدامي، أتوقع أن الموضوع يكون صعب للشخص، لكن إذا كان في البنك ممكن الواحد يستصعب أنه يروح البنك ويبقى، فشو الأحسن شو الأفضل؟ الأفضل في البنك مثل ما ذكرت، لأن عنده جدامه بصير يشتري، لا والله الشهر هذا بجهز نفسي لأشتري شيء معين، عندي المبلغ، أو مثل ما نحن كنا صغار نفتح كل شوي الحصالة، أنت كم المبلغ، كم وصل، كم كذا، هو يعرف كم المبلغ ويكون كاتب عليه كم المبلغ، لكن الأفضل في البنك أساس أنه يتصعب أنه يروح البنك، طبعا بدون بطائق، يكون حساب توفير مغلق ما يقدر يستخدمه إلا بعدين بعد فترة. إحنا ليش نذكر المياه؟ لأن كل الناس تقول لك أنا ما أقدر، ما عندي ملتزمات، عندي التزامات يعني شهرية كثيرة، وعندي التزامات سنوية كبيرة، وعندي عيالي والمدارس وغيره، لكن إذا أنت بديت فعلا الشهر هذا بتبدأ في المياه خلال السنة الجاية أنا متأكد إنه بيبدأ بـ500. جميل. فهذه هي البداية، لأن إحنا اللي كلمة مروا هي اللي ضعفنا. مش المئة درهم أو الـ500 درهم من المعاشات، ما شاء الله المعاشات الآن أقل شيء 15. نعم. زي الأول كان 5000 كان يوفروا الأهل، كان يوفر وفي البيت ما شاء الله 9 و10 كان في البيت وكان يوفر، لكن إحنا مشكلتنا عندنا المغريات أصبحت أكبر من طبعا اللي تعتبر الكماليات أكثر من الأساسيات، سنتجه فقط للكماليات ولا نذكر الأساسيات غير آخر الشهر. صحيح. مارو 100%. نحن طبعا كلنا عندنا تليفون والصغير قبل الكبير. صحيح. وذكرنا يمكن سؤال حلقتنا لهذا اليوم، إذا في حد معين استخدم تطبيق معين، برنامج معين ساعده بطريقة أو بأخرى أنه يوفر مبلغ من المال، فأبغي أعرف هل فعلا في تطبيقات موجودة في تلفوناتنا تساعد الواحد أنه يوفر بيزاته؟ قبل ما أهالينا كانوا يستخدموا التوفير من غير التطبيقات، كان يستخدم الورقة والقلم. الآن في تطبيقات هي فعلا تفيد الإنسان إن الشخص إنه يكتب شو اللي يستخدمه خلال الشهر. في ناس تستخدم ما شاء الله تشتري وما يعرف آخر الشهر يقول لي أنا ما أعرف وين راحت الفلوس، لأن أنت ما كتبت، لازم تكتب. إذا أنت كتبت الشيء هذا وكتبت وين توفير وين الفلوس، أنت بتعرف شو اللي صرفته خلال طبعا الشهر كامل، انت شو اللي صرت تعرف خلال الشهر شو الاساسيات شو الكماليات، وانت هذا لازم تجيبه الشهر الجاي او ما اجيبه. وطبعا اذا انت صرت تدخل الى وجود كماليات صرت تتغاضى لان صار عندك تسجيل. صحيح. فانت للاسف اذا احنا ما بدينا دائما بنقول ما روم، واحنا لازم نبدا اساس انه يكون لدينا توفير بالضبط. البداية هو الأصعب، لكن إذا خذوا البداية والخطوة الأولى بشكل جدي أكيد رح يستمروا. أكيد. إحنا ودنا نشوف تجربة حية، عشان شي أستاذ نايل مثل ما يقولون اسأل مجرب. معانا الحين على التليفون أستاذ أبانوب عماد، هو أحد مستخدمي تطبيقات التليفون لترشيد النفقات. يسعد مساك. حضرتك يا مرحبا ومسهلا. انا ودي اعرف هل فعلا، بما انك انت تجربه حيه بالنسبه لنا الحين، ابغي تخبرني عن تجربتك، وهل فعلا كانت فعاله واستفدت منها وشفت فرق بمصروفاتك ام لا؟ بالحقيقه يعني في الحقيقه هي الموضوع معتمد على فكره، يعني احنا يمكن طول الوقت لما بيكون معنا فلوس سواء كاش او في البطاقه الائتمانيه بيكون بالنسبه لنا ان احنا بنفكر نشتري اي حاجه بسهوله. يعني مثلا على سبيل المثال الواحد بيقعد يتخيل لو دفعت 100 درهم في الحاجه دي مش هتقلل من السالري بشكل عام 20 درهم 30 درهم، فتلاقي اخر الشهر او يمكن بعد اسبوع او اثنين من القبض ان الشخص بيكتشف ايه ده، انا المرتب راح فين او فين السالري اللي كان معايا. يمكن كانت البدايه بالنسبه لي في الطريقه دي هي من خلال التنظيم، والتنظيم ده انا استغليت من خلاله الموبايل بحكم ان انا طول الوقت ما عنديش رفاهيه ان انا يكون عندي نوت بوك طول الوقت او حاجه، لكن الموبايل طول الوقت في ايدي. فكتير من الابلكيشن دورت عليها، منها ابلكيشن اسمه سبندي، وده اللي انا بالفعل استخدمته. ابلكيشن سبندي هو عباره عن ابلكيشن بيكون مقسم السالري، بيكون الواحد بيضيف عليه المرتب بتاعه، كمان بيقسم السالري لعده اجزاء، مثلا كار ترافل، مثلا
ايتينج، حاجات شبه كده يعني، كل الحاجات اللي ممكن يكون الواحد بيعملها. وبيبدا ان كل واحد كل لحظه او كل درهم صرفه بيكتب حوالينا، مثلا صرفت 50 درهم في وقت الغداء، صرفت 10 درهم في العربيه مثلا يعني على سبيل المثال. فده يعني فعلا استفدت من هذا البرنامج، يعني انا اشوف البرنامج يوفر لك كثير من الوقت. بالضبط، لانه هو في النهايه على نهايه الشهر بيقول لي انا انفقت كثير مثلا في الاكل، انفقت كثير في الشوبينج، انفقت كثير في اي مجال. فلما بكون عرفت انا ايه المشكله اللي عندي، من الشهر اللي بعده ببدا اقلل الانفاق، مش بشكل عام لكن في الحاجه اللي كانت خلتني اصرف كثير. جميل، ودي انك تخبرني مره ثانيه اسم البرنامج عشان كل شخص عنده مشكله بتوفير المال انه يجرب هذا البرنامج لانك انت نصحت فيه. شو اسم البرنامج مره ثانيه؟ اسمه سبندي، يعني جاي من سبند بس بعدها سبندي. يا سلام عليك، يعطيك الصحه والعافيه وشكرا لك على هاي المداخله الطيبه. حلو ان تشوف تجارب الاشخاص وان فعلا استفادوا، يعني هذا وفر عليه كثير من الوقت والجهد وايضا البيزاد. صحيح. لكن هني انا ابغي اعرف معلومه ثانيه، يعني دائما الواحد يقول ان كثره فلوسه زادت مصاريفه، بالعاده يقولون ما عندي ما عندي، لكن مثلا معاشه زاد يرجع يزود متطلباته، يعني يتجه للكماليات بشكل اكبر. يصير بدل ما يشتري كرك يشتري كابتشينو. حتى الكرك استوى غالي يا استاذ نايف. هذا للاسف احنا ما عندنا شيء او ثقافه التوفير. نعم. نحن من البدايه شو قلنا مارو ما عندي. ما زين ارتفع راتبك تقريبا الضعف. نعم. انت في الضعف هذا شو سويت به؟ انت ما وفرت. انت اشتريت. ايه. انت سويت شيء زياده. تطبيق الأخ قال إن أنا كان عندي أماكن للصرف، طريقة الصرف إن كان في الأكل إن كان في هذا، طبعا هذه الأساسيات وذكر الأساسيات، وبالنهاية بيكون عنده توفير المبلغ حق الكماليات. حتى لو ما صرف الشهر هذا كماليات ممكن بعد 3 شهور يحتاجه، إن كان في طبعا إذا كان في سمح الله مرض، إذا كان في هناك شيء عند عياله مطلوب بالمدرسة وغيره، هذا يعتبر اللي هو الكماليات اللي يحتاجها فعلا. هاي والله مش كماليات، هاي اساسيات اللي انت ذكرتها. هذه يوم تقول خبي رشك ليومك الاسود، رشك الابيض ليومك الاسود. لا، في عندنا هذه تعتبر كماليات لانها تحتاج انت تاخذها. انت تاخذ من خلينا نقول من الوديعه مالك اللي هو اللي انت مخزنه، لكن انت عندك يوميا او شهريا او سنويا اللي هي المصاريف المعروفه. إن كان في المدرسة أو غيره أو في البيت، لكن هذا تعتبر أساسيات. عندك أشياء ثانية لازم تحتاج اللي هي تعتبر الفجائية. الفجائية وتعتبر اللي هي الباك مالك، يعني أساس أنك ترجع لها، أساس أنك تمشي حياتك. أما نقول والله ما عندي، الولد يبي يروح مستشفى والله ما روم، لا هذا مستحيلة، لأن هذا تعتبر أنت في خطأ، وخطأ كبير. صحيح. بديت مو بديت فيه، أنت في نص الخطأ، لأنك أنت ما توفر حق ليومك الأسود. صحيح. أنك أنت تحتاج المبلغ هذا، تحتاج إذا أيضا مثل ما ذكر الأخ أنه يحتاج مثلا للسيارة، يحتاج لغيره، هذا من الأساسيات. إحنا عندنا أساسيات، لكن الكماليات ما بنبتعد عنها، إحنا لازم نكافئ نفسنا. وهذه الكماليات إما تكون خلال أشهر أو خلال السنة كاملة. والكماليات ما شاء الله مثل ما قلت مغريات وايد. صحيح. إن كان في التخفيضات أو في السفر. صحيح. الواحد لابد أنه يمد ريل عقة حافة باختصار. أكيد. هذا كله يعطيك الصحة والعافية أكيد الخبير الاقتصادي أستاذ نايل الجوابري على تواجدك اليوم معنا وكل النصائح اللي قدمت لنا إياها. يا مرحبا. إذا مشاهدينا يا وقت المغامرة والخوف اللي بيرتفع من تقارير زميلنا يوسف الكعبي، شو يسوي فينا يوسف؟ اليوم بيزيد أكثر وأكثر لأنه قرر أنه يرفع سقف المغامرات ويلعب مع ملك الغابة شخصيا. تخيلوا عاد، خلونا نشوف هذا التقرير. يا مرحبا ساعة، السلام عليكم، حياكم الله من العاصمة الحبيبة أبو ظبي إلى رأس الخيمة. ليش رأس الخيمة وبالتحديد رأس الخيمة؟ بقول أول شيء رأس الخيمة اختاروها العاصمة السياحية الخليجية لهذا السنة، وبعدين رأس الخيمة فيها مميزة جميلة، استثناء ناسها الطيبين وأهلها الطيبين. رأس الخيمة لعشاق الجبال عندهم، لعشاق البحر موجودة عندهم الألعاب البحرية، وكذلك لعشاق الرمول تقطيع أو تزحلق على الرمول كذلك موجودة عندهم. بس أنا تجربتي بتكون غير واستثنائية هذه المرة.
تجربتي فيها نوع من انواع الخوف، فيها نوع من انواع التحدي، فيها نوع من انواع المغامرة. اقولكم شيء، تعالوا معاي وخلونا نطمش على هذه التجربة وان شاء الله اكون قدها ان شاء الله. وصلنا بعد الطريق ساعتين ونص إلى إمارة رأس الخيمة، متحمس ودقات القلب مرتفعة. أخذ التجربة هذه فيها أسود، نمور، أقولكم حيوانات مفترسة. تبون تشوفون التجربة تحضرون معاي في حديقة حيوانات رأس الخيمة؟ يلا تعالوا. في الترحيب شو الأسود، بس أقول أزين أسود وهم تماثيل، ما أدري كيف بتكون تجربة على الطبيعة. بدون مقالب انا معك. لا ما في مقالب اكيد، كل شيء جدي. يا مرحبا بجاسم. مرحبا الساعي، الله يحييك. اجمل مكان حق المقابله. نعم، شو احسن من هالخلفيه هاي؟ ذيابه. اي والله مو ذيابه. نعم. ذيابه الرماديه. خبرني عن تجاربك، اول تجربه لك مع الحيوانات المفترسه. هي طال عمرك بداية أنا كنت من يوم صغير أحب الحيوانات المفترسة. نعم. وكان عندي حلم والله سبحانه وتعالى حقق لي، لله الحمد. اللهم لك. نعم. أول حيوان مفترس اقتنيته هو الضبع، وكان أول حيوان ضبع. أول حيوان ضبع، وكان عندي فكرة أن هجم بين الضبع والكلب. نعم. الضبع كان الكلب، ما نجحت الفكرة، ومن بعدها لله الحمد يعني إن اقتنيت وايد من الحيوانات المفترسة، الأسود، النمور، الضباع، ديابة، كل أنواع الحيوانات المفترسة. ما شاء الله. واليوم تملك ما شاء الله هاي الحديقة الجميلة. هذه طال عمرك أول حديقة حيوانات خاصة في الدولة. في الدولة. نعم. في إمارة رأس الخيمة. أي نعم. أي نعم. كان وياي ما حصلته، وين صار؟ يلا يا يوسف. ها تعال عمي. والله ما يجي. عفا. لا والله كابك مطلوب، باقي انا الحين. على فكره انا شفت معض والكاب نزغت والله. لا امور طيبه عادي. ايه كمل التصوير بهالكاب ان شاء الله. جاي علامه الجوده هاي ان شاء الله. يلا نروح عند الاصدقاء الثانيين. نعم مرة. يلا يلا مرة. بسم الله. كم صار عندك تقريبا جاسم الحين هذا النمور؟ هذيل مولودين عندي. مولودين هين. تعال ابو له. الحين ضحكوا الفريق استانسي. يلا حلوم، اهلا وسهلا. حلوم معانا في هذه الرحله كانت في الخاتمه، ما قدرت ادخل عند سود ولا النمور، بس دخلت شوي عند الذياب وشرت بعد، ولكن مكان جميل للعوائل انهم يجون ويستمتعون في هذا المكان. وزن ما شاء الله فيها حلوم. نلقاكم ان شاء الله في فقره قادمه في فقره مغامرات. حياكم الله ومع السلامه. حياكم الله مشاهدينا من جديد على الهواء مباشره في برنامجكم مساكم خير. والحين موعد فقرتنا الأخيرة ثقافات على أرض الإمارات اللي بتكلم
فيها عن شجرة، والشجرة تعني العطاء والرخاء والمحبة والوفاء والإخلاص. بالتأكيد هاي الصفات الطبيعية لأي شجرة، لكن اليوم عندنا شجرة رمزية غرست في عام التسامح في عجمان تحمل اسم شجرة التسامح، والسبب أنها تحمل كثير من المعاني. لهذا السبب اليوم معانا في الاستوديو النقيب وفاء خليل الحوسني مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان عشان تخبرنا أكثر عن هاي الشجرة. يا مرحبا ومسهلا، مساك خير. مساكم نور وسرور، يا هلا وسهلا، حياك الله. طبعا في البداية نبغي نوضح للمشاهدين شو هاي الشجرة أو شو فكرة شجرة التسامح اللي موجودة عندكم. شجرة التسامح كانت فكرة مبادرة عن عام التسامح، بما أن 2019 كان عام التسامح رجحنا تكون لنا شجرة نسب لشجرة الغاف، تكون شجرة التسامح شجرة عادية نعلق عليها قصاصات فارغة. طبعا أي حالة بتينا مركز الدعم الاجتماعي لازم بتعبر عن شيء بسيط في داخلها، يعني من خلال كتابة مسجات أو عبارات عن التسامح أو شوف خاطر الإنسان، يعني بما أنه جاي تعبان ومهموم ما يقدر يقول كل الكلام، فمن خلال هاي القصاصات أو المسجات اللي بيكتبها في شجرة التسامح يعبر كل شيء في خاطره، كل شيء حتى لو بكلمة، مرات الكلمة لها معنى كبير. يعني صحيح، لكن أنتوا الهدف الأساسي من هاي الشجر أنكم تحلون المشاكل أنها ما توصل أساسا إلى بلاغات أو قضايا، أكيد. تحلونها من الأساس. وضحي لنا هاي الفكرة وكيف الشخص ممكن أنه يروح عندكم ويكتب كل اللي في خاطره من خلال شجرة وأنتوا تحلون مشكلته. نحن دورنا أساسا تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأي حالة، يعني نعم. فنحن دائما يجونا حضور شخصي ونفتح لهم حالات، نستقبل الحالات عشان نحل المشكلة. ففي عام 2019 حطينا الشجرة، فمجرد ما يكتب قصاصة سبحان الله هاي الكلمة، يعني أساسا هاي مبادرة الشجرة يعني سببت لنا فرحة كبيرة، لأن كان شخص يعني مثل ما ذكرنا في القصة يعني شخص مغلوب على أمره وكذا، وفي مشاكل بينه وبين زوجته، المسج اللي كتبه خلى الزوجة تحط الأسرة والأطفال من أولوياتها. يا سلام. والحمد لله زال كل الخلاف اللي بينهم. يعني هاي أنت ياسا تقولين لنا قصة عن خليجيين موجودين عندكم وكتبوا قصتهم من خلال ورقة، مش كتبوا قصتهم، الرجال كتب مسج رسالة بس، ونحن أي حد يعني حاطينها الحرمة. أيوة، نحن حاطينها في مكان إن أنتي لو وأنتي داشة وأنتي طالعة لازم بتمرين على هاي الشجرة وبتقرين شيء من القصاصات. الحريم دائما قلبهم مريض ما يحتاج. إنزين، أبغي أعرف كم من الحالات اللي فعلا أنتوا قدرتوا تحلون مشاكلهم، وشو نوعية المشاكل اللي بالعادة يكتبونها بعيدا عن الكلمات اللي تخص التسامح اللي هم بس يعبرون عن مشاعرهم من خلالها. أبغي أعرف عن المشاكل. نحن عندنا يعني مشاكل مجتمعية، مشاكل أسرية ومشاكل طلابية. الحمد لله في عام 2019 خلال بس الثلاث أرباع حلينا 530 حالة طريقة ودية، 530 حالة، ما شيء قضية، ما شيء بلاغ، ما شيء نيابة، ما شيء محكمة. يا سلام، ما شاء الله، هذا شيء أو خبر جدا مفرح. الحمد لله. طبعا نحن اكيد مستمرين وياك، لكن بنروح لتقرير زرع الخير مشاهدينا ونشر التسامح. هم اسمى عملين ممكن انه يقوم بهم اي انسان. نقيب وفاء، قبل ما نكمل اكيد حوارنا معها، بنشوف واحده من اجمل الجاليات المتواجده في دوله الامارات العربيه المتحده اللي فيها اكثر من 200 جنسيه. موعدنا الحين مع الجاليه المغربيه، تفاصيل اكثر في هذا التقرير. تناغم، سلام، تسامح، جذور تربط أكثر من 200 جنسية باختلاف ثقافاتهم وأفكارهم ومعتقداتهم. كل هذا اجتمع على أرض الإمارات. الجالية المغربية وردة ضمن بستان جنسيات لها باقة منفردة ومفردات تراثية جميلة سمتها الأصالة، تطربنا بشتى أطياف الموسيقى والطرب المغربي كالكناوي والأمازيغي والأندلسي والصحراوي والشعبي والعصري. أما الزي التقليدي الحايك يضرب بجذوره في عمق التاريخ. على هذه الأرض تعيش الجالية المغربية بنكهة الحريرة والمخامر، ويرتدون مع الجلابة كل عمل، ويستعيدون صور ومخيلات الوطن وذكريات الطفولة، وكأنهم يقطعون فيزا للوطن في مخيلتهم وبيوتهم في أرجاء الإمارات ليكونوا
جزءا من نسيج التسامح. جدا جميلة طبعا، كثير من الجاليات والجنسيات المختلفة العايشين على أرض التسامح والمحبة بأمن وأمان دولة الإمارات. هذا إن كان يدل على التسامح اللي نحن عايشين فيه هنا في الدولة. أبغي أعرف بشكل أكبر عن دور المركز أو الدعم الاجتماعي اللي موجود في عجمان. أنتوا الحين خصيتوا هاي الشجرة بمناسبة عام التسامح، لكن شفتوا الكثير من النجاح أنكم تحلون كثير من المشاكل وما تتحول لقضايا أو بلاغات أو غيرها. هل هاي الشجرة راح تستمر في الأعوام القادمة؟ إن شاء الله، ليش لا؟ أنا حاطة في بالي أني أطور على الشجرة وتكون رمز. هي بالعكس يعني شجرة الغاف اللي منها مبدأ التسامح شجرة وايد حلوة يعني 100%. وهي أساساً الشجرة ما تعطينا إلا كل شيء زين. صحيح. على حسب أنت كيف بتسقينها بتعطيك الثمار الزين يعني. جيب. ليش ما نخليها هدف حياتنا؟ حلو. وشو بعد مبادرات أخرى أنتم معتمدينها في عام التسامح؟ يعني نحن نقدم طبعا الأول النشاطات والنشرات التوعوية للتصدي للعديد من الظواهر المجتمعية الدخيلة ورفع زيادة الوعي عشان نتصدها ونكافح هاي الظواهر، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وبالإضافة إلى حل اللي قلت لك المشكلات المجتمعية، هي المشكلات اللي تخص جميع الجمهور، مشكلات الأسرية اللي بين الأسرة والعائلة والطلابية. جميل جدا، يعطيكم الصحة والعافية على هاي البادرة الطيبة، فعلا أثلجتي صدورنا أن تخبرينا هاي الأخبار الحلوة. يعطيك ألف عافية نقيب وفاء خليل حسني، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان، على تواجدك اليوم. الله يسلمك. مرحبا. إذا مشاهدينا، كانت حلقتنا ما بين الأعاصير والتسامح وأخبار رياضة وأسود وتوفير الفلوس. أراءكم أكيد تهمنا، ودائما نحب أن نسمع أراءكم ومقترحاتكم عبر هاشتاج مساكم خير. ويتجدد اللقاء باكر بنفس التوقيت من الساعة 9:30 المساء بتوقيت الإمارات. مع السلامة.